حلال يا ابن. ليش جيت أخرى وبعرف نتيجتي؟ وبعدين بفوت الحفلة. أنا ما بفوت الحفلة، كلها كم ساعة برد، شو بيستوي يعني؟ ما حد بيعرف، وصلنا ما أحس بأي أعراض. شيك حرارتي؟ ها ما فيني شي، حرارتي عادية. أنا سارة يعني سارة، هالي بسوي. عواشة؟ أمي عواش. يا عاشة. أمي. أمي شو بلاش ساهية؟ هادي اليوم شو تحاتين؟ شو تقلبين؟ شو عندك؟ ما شي والله، هادي درجات الصراحة. لا يا أمي، أنا معلمت إنك أذيبك ناجحة إن شاء الله. إن شاء الله. شخبارك اليوم؟ الله يا أمي الحمد لله، كل شيء الحمد لله على حطت يديك، اللهم لك الحمد. أهم شيء الأدوية وناخذ من فوقتهم، لكن والله ما في شيء من عوزنا غير هالمهارة هذا والله. أيوة والله. مايا عاد انت تسمعي بعد، تدريبكم الشباب، الشباب يحبكم حق الطلعة. بس ها الله الله فوحك، يقول لك هالمار لا يعرف أبويه، لا عدو، لا صديج، لا شيبة، لا عيوز، لا طفل، لا غياه. هالمرض أبوي هاب علينا هب، اللهم يا كافي. أنا ما أقول غير الله يحفظنا، بس الله يحفظنا والله يرحمنا برحمته. شوي شوي على عمرك ما بتطلعين وتردين الله العالم، انت شو شو شالة شو حاملة مني منك، هيدي على روحك. ها شوي شوي. ما عليكم يا ينزل كمان. هي ما علي، الله يحفظ. بتذهب وبيج خلاص تمام إن شاء الله. يلا باي. أمي أنا بقول بتذهب بس عند هدى. وين سرا؟ أمي مسوية عزيمة بس يا هدى. هي لا تخري إن شاء الله. يلا يلا أمي. أحبك أنا وغليك أكثر من هلك وناسك، أنتظر لحد اثنين ثلاث أربعه ولا الخميس، شوفوا لي حل معاك المية الحين يا بلقيس. ما يهزني أنا أحد بالعادة، أعترف قلبي انسرق مني يا سادة. يلا يسي شكرا التأخير بعد أفهمها، لازم متأخر أنا أصلاً، عصني الجو على الطاولة ترى وايد كورة. يلا شوفي شوفي شو رايك فيه. بنات علوا صوت علوا صوت علوا صوت. يلا 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 كملوا القصة وبعدين تعرفوا علينا. طق بلي يا حجي. راح وايد استمتعت اليوم والله، ان شاء الله مره غير سالفه احلى عن هالحفله. يا ديري بالك سلمي على امك وايد. وي نسيت اكلمها اكيد الحين حابتي الحين. يلا كيف غير السلامه. يلا حجي. منى شوفيك مو كان في اسعاف برا. منى امي طاحت علينا وكانت تكحل بقوه، يا رب يا رب سترك. امي قومي لبسي عبادك خلينا نلحق الاسعاف. مو اكثر قومي لبسي عبادك مو بوقتك. انا السبب. ما بتطلعين وتردين حامله هالمرض وما تعرفين شي شياته، هيدي على عمرك. ها Thank you.
الأولى بثينة اللي الطينية طبعا، أما هالثنتين ميثة وندى جنة وعطبة. وهاي سلمى الندفة. أما آية الكاميرا أوليغا ساس المشاكل، أما الثانية أنا. اسمع صوت فيه رهيب. انت شو ما تشوفين؟ انت ترى كلنا نمشي نتحكم، يعني تشوفين كيف قدامنا؟ كيف يعني وين هم يصيرون؟ اقول بعتكم الاجنبية وين؟ وياي شكلها راحت وخلتنا. والله بعتكم دمتي تسوي شيء كثير. كثير الله يخليك. اقول شوي شوي ابي اشوف. يلا بعتكم بس تصور مع وين تودينا اماكن وتحطنا في التهنئة. ها سيارة بعدها هني؟ انا ابو مام داها توصل. ميثة بساعة ميثة. مو وقتها استغفر الله. وي وش ترى راحت وخلتنا؟ زين؟ عادي برايا عندي سيارة. اما اكشن. بنات ما تحسون ان في هزه؟ شلونك نفس وجهك؟ تحس الحين كيف تعبانه؟ خلنا نسولف ويا ما اضيف رجها علينا ملل. والله فكره حلوه. انا عندي سالفه. يلا خبرينا. سالفة شو؟ طيب قلتوها في البداية. كملوا كملوا بس أنا أقول. تصدقين؟ كنت لها صور جواتي. والله محتار شو أخذ. ما أشوف. الأسود طبعاً. الأسود لوني مفضل. يلا عيل يمعي طاقتك وطلعينا من الأسود اللي نحن فيها. عدوني البيضة. أنا وياكم. كمين يا سودة. والله المهم من وين تاخذين جواتيج؟ اي موقع اي ابلكيشن خبريني. والله ما اهتم من وين، اهم شيء ناخذ لو في 20. انتي والله اللي مثل تنقاضوا. واقولكم سالفه، ما ربيعتي كان سوى عزيمه ويا البنات وسوالف وضحك، وتقوم وحده وتشطط عليهم. والله هاي لو هناكي ثاني. يا الله بنات نور. الله يحييك بس عاد خمس مرات لين الحين انتي ما تملين. والله من دشينا من هالباب حياكم الله حياكم الله. الذنب بس بعدين تعالي الحين انتي فاشه هالمايده ما شاء الله، يعني حق منو؟ حقنا. المهم يعني ما تعرفين ان هذا تبذير واصاف حام؟ اخر شيء بتشلينه وبتعقينه في الزباله. لا نجيب تاكينا ولا نجيب تعطينا حد. بلاش داشة بشرك. والله هذا الموجود تبين كلي ما تبين خمينة بسكوتك. أكبر. يا ربي شبيك مريوم شبيك؟ حقنا لكن حقنا نحن بناكله. أفع عليك بس شبيك؟ تنادي قاعدين؟ أفع عليك محضر. بنات خلاص كتو من هنا وانت ياسين ترمسون حلال وحرام. شو هالرمسة بعد؟ عيب ياسين بيت الناس كله ترى نعرف الحلال والحرام. خلاص عادت. أوي بنات بلاكم كأنكم داشين على بليس. استهدوا بالله وكيفكم عاد؟ أنا باكر صراحة. مريم ما تبين تاكلين؟ لا أبوي مشكورة. كيف شايفتي؟ الحمد لله.
كانت حاطة هذاك الدخون اللي ليت هيك مرة كانت حاطنه، لأن استغفر الله ريحة الدخون تلوع بالشب. تقولين هذاك الدخون اللي مرقم بعبود. أقول فطوم مام لبستك من وين؟ صراحة حبيته والله. الله يخلي الصيني، تعرفينه ولا أدليك؟ سيري هناك بتحصلي كل شيء عندهم. والحين انتي ودرتي كل هالماركات وتقولي لي صيني؟ حرام عليك. يعني الوحدة عسبة تكون راعية ماركات لازم تصرف فوق 3000 درهم؟ يقول لك مد ديونك على قد الحافك، يمكن الحرمة تشتري على قد اللي هي تقدر عليه. هالفاشينيستات تراهم فروا راسنا فر، حشة من عيادة للعيادة ومن محل لمحل ومن خياط للخياط، حشة بنحق على شو ولا شو؟ بقولكم احنا صدق قايلها وداها؟ وانتي ليش ندخله عصج في شيء ما يخصج؟ هاي حياتهم هم حرين فيها. صح، يعني بالمختصر ان هاي امور خاصة، اصلا الواحد المفروض ما يعرضها. ليش مشتطة انتي؟ شو بعد بتقولين حرام؟ حبيبتي دامهم عارضين حياتهم للناس معناته ما شيء خصوصية. يعني نحن اللي نتكلم ونحن اللي نحكم. يا حبيبتي الموضوع هني مو موضوع حلال وحرام، موضوع مبادئ وأخلاق. يعني الواحد لما يطلع نفسه وشرفه وعرضه للناس بدون لا ستر ولا أحم ولا دستور، هني نقدر نقول عن الموضوع أنه حرام. حبيبتي ترى هاي حرية شخصية. على فكرة أمثالكم هم اللي يدعونهم على الخراب وبعدين يقولون ترى هاي حرية شخصية. شو قلتي؟ شوفي عاد إذا تقولين أمثالنا تراك في الوقت الحالي يلصق أمثالنا، ما لا داعي تخلطين أمور الدين في العادات والتقاليد، وأنا بس حضراتكم تعرفون الحلال والحرام في الصوم والصلاة. أنتوا بعد ما تنعطون وي تحللون وتحرمون على كيفكم، شو خليتوا حق الأحاديث والقرآن الكريم؟ الله يهديكم. بس قولوا سينة يعني صراحة كلنا يواعى يعني، فعادي لو نتشارك من أكلك اليوم بس حسي فينا شوي. يلا بس اليوم. عادي أقول لكم شيء؟ ترى ذبحتي لنا خلاص، قولي اللي تبينه من الصبح. عادي وعادي انتي بلاش تاكلين الناس حاشا، خليها تقول لي عندها. قولي ندى حبيبتي. انا صراحة تعبت من وزني ومن ضعفي، ابى اشترك في الجيم وابى انتم تبين تنتني؟ تعالي بعطيك دهون الدنيا والدين عندي كلهم بعبيهم فيك ومفيدين صراحة. تعرفون شو المشكلة؟ مش في الضعف ولا في المكان، المشكلة في التنمر وفي الناس اللي يسون يقولك انتي متينة وانتي ضعيفة وما تقدرين تشوفين وجهك في المنظرة. حرام يعني. اقولكم شيء، قوموا خلينا نصير ندور لنا طلعة، انا ما اقدر صراحة. والله صرت وايد جلسنا. الا ابو سينة تعالي، طب متى بتقولي لنا سالفة؟ هي بقولكم سالفة تربيتي ماريا. شوفي يا ماريا. السلام عليكم ابويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني غفلت شوي. ابو راقد بالنظارة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو هذا اليوم؟ ما شاء الله اشوف اشياء جديدة. شو هذا بعد اليوم؟ والله ابوي رحت المكتبة وخدت لي سلسلة كتب حالات نادرة. اما بالنسبة حق الوالدة خدت لها رواية بقايا مدينة، قلت يمكن تستفيد من هالرواية. وانت عاد ابوي عاد اسمح لي يعني، انا ما ادري كتب ما اعرف كانك تقرا ما تقرا. ايه الكتب هذه واللي حاطت لنا وتقرينا ما شاء الله، شو تستفيدين منها؟ والله يا الوالد الكتب مو بلازم يكونون علمية عسبة ان انا استفيد منها. كل كتاب وكل رواية وكل قصة أكيد فيها فكرة على الأقل يمكن تحط فيني أنا طابع عسبة شيء أنا قمت أقرأ وأستفيد من هالكتب وأنمي نفسي. حلو تنمية طيبة. أنا عندي عادة فكرة ففكرت فيها من كم يوم وقلت بعطيك إياها بارك الله فيك، ممكن تقبلينها؟ أكيد تفضل أبوي. أنت ليش عقب ما تقرين الكتب هذا وتفهمينه ليش ما تسردين على الناس؟ يعني تفتحي لك قناة في اليوتيوب ولا تشين وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت تستفيدي والناس تستفيد. ليش انت مسي نوعي؟ اقول لك مسي عادي عشان اخذ كلامك بعين
وجد شوي علي صوتك. ماريا انا اتكلم وياك والله هداك اقترحت عليك اقتراح تشوفه كله رقدت على امك وين سبتي وياك ابويا بس ما اتوقع الكتب اللي انا اقراهم انمي فيها نفسي ولنفسي يعني بس ما اتوقع ان انا اطلعهم للناس ما اقدر ما اتوقع شو الكلام هاي يا بنتي انت جربتي انت سويتي اللي قلت لك عنه يا بنتي سوي اللي اقول لك اياه وبعدين احكمي انت على طول ما اقدر ما اتوقع جربي استفادت من الكتب؟ هي سلمى انا استفدت وفت غيري قريت قصص وسردتها عن ناس ومثل ما تشوفين اليوم انا قاعده اكتب نصوص بس ابى انصحك نصيحه وانصح المتابعين فيها بعد انه ضروري ننتقي كلامنا لما نحاور الناس لان بكلمه مدح ممكن انها ترفعنا فوق وتدعمنا بكلمة ذم ممكن انها تحطمنا وتحكم بعدامنا لصديقاتي انتوا رحتوا الكهف وانا ما عشستوا عليكم بديت احاتيكم طمنوني